ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون انا عملت لكم ريفيو عن حمام الكريم بتاع جارنيه اللي هو الترا دو البني ده. عملت لكم فيديو ريفيو مفصل عنه لوحده، وعملت لكم عن ده برده اللي بالصبار، وقررت ان انا اجرب بقيه المجموعه او بقيه الانواع اللي موجوده اللي هما الاثنين دول، ده اللي هو بالبابايا وده اللي بالموز. وفكرت اطلع اتكلم عن كل واحد لوحده في فيديو، بس حقيقي حسيت ان هو هيبقى تو ماتش فيديوهات عنه، فقررت ان انا اطلع في فيديو واحد بس اللي هو ده، اعمل عنهم هما ريفيو ومقارنه مع نوعين التانيين، واقول لكم مين اكتر واحد ترطيبه حلو، مين اكتر واحد ريحته حلو، المفروض ان هو لانهي نوع شعر، بحيث ان انت لو هتشتري او قدامك اوبشنز او عايزه تشتري وتجربي تبقي عارفه انت مشكلتك ايه، وايه اللي يليق مع ايه، وايه اللي ينفع مع نوع شعرك. اللي بالموز، اللي بالموز المفروض ان هو مكتوب عليه انه للشعر الجاف، تمام. انا شعري جاف، وحمام زيت وماسك كريم يترك اعشاب بالموز والشيا، تمام. الملمس بتاعه او الخامه بتاعت اللي بالموز شويه ستيكي، او يعني ماسكه نفسها شويه ولونها ابيض من جوه. ريحته يا جماعه، عارفين اللبان، اللبان اللي بطعم الموز، هو ده ريحته، اللبان بطعم الموز. لو انت بتحبي اللبان اللي بطعم الموز هاتي. انا بصراحه ترددت كتير جدا ان اجربه، انا جبته مش هنكر علشان خاطر اعمل لكم عنه فيديو يعني، لكن انا صراحه الريحه بتاعته كانت بالنسبه لي شويه بتجزع يعني. لو انت ما بتحبيش ريحه لبان الموز، ريحته لبان موز حقيقي، عارفين اللبان اللي بالموز هو ريحته كده. صراحه هو ترطيبه كان حلو جدا، عميق يعني، لو انت شعرك فعلا جاف هيرطبه كويس قوي قوي قوي. فمن حيث الريحه هو ما حسيتوش افضل ريحه، ولكن ترطيبه حلو جدا. ده اللي بالموز. هو اللي بالبابايا، المفروض ان هو بالبابايا وعشبه الامله، ده للشعر التالف، التالف يعني المقصف او الضعيف او التالف او اللي هو ايه في مشاكل او كده. شويه اللي بالبابايا ملمسه سايل اكتر، شايفين بيروح بيجي ازاي. ريحته شويه ريحه البابايا او ريحه فواكه كده خفيفه قوي. هو بصراحه في الريحه برده مش احسن حاجه ومش الطف حاجه قوي، بس مش زي اللي بالموز يعني، ما يجزعش زي اللي بالموز. ترطيبه المفروض ان هو للشعر التالف، ترطيبه شويه متوسط مش زي اللي بالموز. تقييمي ليه حلو طبعا جدا، بس انا لو هقرر حاجه يا اما اللي زي ما قلت لكم عليه البني اللي هو بالجوز الهند، او اللي بالموز. واحد هو للشعر الجاف والمجعد، ده للشعر الجاف والمجعد، لكن اللي بالموز الجاف بس مش المجعد. المجعد يعني اللي هو كيرلي شويه او في تجعيده، لكن التاني اللي الجاف بس، ده اللي هو البني اللي انا قررته 600 مره، كتير جدا، يمكن دي 5 علبة تقريبا قربت تخلص اصلا. ده بجوز الهند والمكاديميا، ترطيبه رهيب، حلو جدا برضو، ملمسه شويه سايل ماشي، وريحته مش الطف حاجه مش هكذب عليكم، ده اسوأ من في الريحه، اسوأ واحد في الريحه هو ده. لو انتوا هتجيبوه ريحته مش احسن حاجه. هتكلم عنه هو اللي بالصبار وجوز الهند اللي بالشعر، للشعر العادي اللي هو لونه اخضر. جيبوا اضعف واحد فيهم ولكن احسنهم في الريحه، ريحته حلوه جدا جدا جدا، احلى واحد في الريحه. هو خلصان العلبه خلصانه خالص، كنت عايزه اوريكم الملمس، بس هو اشبه في الملمس باللي بالموز او اللي لونه اصفر اللي بالموز. كانت المقارنه ما بينهم. لو هدي لكل واحد هنت كده، بنتي مش راضيه تديهم لي، واختاهم الاربعه بتلعب بيهم، فاكراهم مكعبات باين عشان الوانهم وكده، فانا هنقل الكاميرا. ويا جماعه نزلت في الارض هنا عند بنتي. لو هنقول مين احسن واحد في الترطيب هيكون البني اللي هو بجوز الهند وللشعر الجاف والمجعد. لو هنقول احسن واحد في الريحه هيكون اللي بالصبار، احسن واحد ريحته بيرفكت كده شويه. الشعر العادي ترطيبه بصراحه مش احسن حاجه، مش وحش بالنسبه مقارنه بالنسبه لبقيه معظم الكريم اللي هو الحمامات الكريم اللي جربتها، هو طبعا احسن منهم بكتير، بس انا بتكلم
في المقارنه ما بينهم هم من نفس البراند، من نفس البراند هو اقلهم في الترطيب. واحد تاني واحد هياخد المركز التاني في الترطيب هيكون اللي بالموز، بس ريحته شويه البن موز، فانتي جربيه، حاولي تجربيه في اي مكان او تفتحيه لو رحتي كارفور. بس كده يا بنات، هو ده كده الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه لو مكنتوش اشتركتوا في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار منزل فيديو على طول. واسفه جدا على الفيديو اللي اتقطع وكده، بس انا اول ما طلعتهم هي وعجبت بشكلهم جدا بصراحه، شكلهم مغري بالوانهم المختلفه، وقعدت تاخدهم مني. تكونوا خدتوا تقييم عام شامل عن اربع انواع. هحط لكم لينكات الفيديوهات اللي انا عملتها تانية، هتتحط لكم تحت في صندوق الوصف، وتظهر لكم فوق على الشاشه علشان لو حابين انتوا تشوفوا الفيديوهات المفصله عن الاثنين التانيين. وهحط لكم لينك الانستغرام برضو في صندوق الوصف. اتمنى ان انتوا تعملوا لي فولو وتتابعوني، بنزل ستوريز كتير. باي باي.